طبعا برحب بيك في مصر اونلاين. يعني كلمنا النهارده عن حضورك، وشفت بنات عبد الرحمن ولا لا؟ انا جيت عشان اشوف بنات عبد الرحمن اساسا. فيلم حلو قوي بجد، وفيلم حلو وشبهنا جدا. يعني اول ما خلص الفيلم قلت للمخرج، قلت له بص انا عايز اقول لك حاجه، انا غيران، لانه انا حاسس ان انا اللي المفروض كنت ابقى كاتب الفيلم ده. فلا، فيلم ممتع جدا وجماهيري جدا جدا جدا، وفي تمثيل حلو قوي، وفي سيناريو حلو قوي، وفي صدق في كل لحظه. فانا مبسوط جدا اتفرجت على الفيلم ده. خلينا ناخد من كلامك وكتابه الافلام، هل في افلام معينه انت شفتها في السينما او في المهرجانات وقلت انا لو كنت كتبت الفيلم ده كان هيطلع احلى واحلى واحلى؟ لا الصراحه، بس انا بنات عبد الرحمن ما كانش هيطلع احلى، لان هو حلو قوي، مش قصدي كده، بس قصدي لا يعني احيانا بتلاقي في حاجات اتعملت مواضيع وتبقى حاسس لا انتوا كان لازم تتقلوا ايدكم شويه، ما تتعديش على الموضوع من بره كده، لان الموضوع يستحق ان نتكلم عليه بشكل اعمق. حصل كتير، ومش هقول على اسامي يعني، بس لا حصل. انت طبعا يعني مهرجان الجونه وليد على ايدك، ومهرجان القاهره انت من رواده ومن زمان. شايف مهرجان الجونه ابتدى يبقى يعني ياخد زخم كبير وسط النخبه والعامه كمان زي مهرجان القاهره ولا لا؟ وايه رؤيتك انت؟ حضرت الدوره دي والدوره دي في المهرجان؟ بص انا مع فكره انه كل مهرجان يبقى اكتر حاجه جاذبه لاكتر عدد من الجمهور، وده مكسب للسينما عموما، تبقى في القاهره، تبقى في الجونه، تبقى في فيوم، تبقى في الاسماعيليه، تبقى في اي حته. فكل لما تزيد المهرجانات اللي بتقدم افلام محترمه وبتخلي الجمهور يتفرج على افلام من جميع انحاء العالم، كل ده ما هو كل ما ده مكسب لكل حد. مهرجان الجونه بيتعرض شويه لانتقادات، بيقولوا مهرجان الفساتين، مع ان الموضوع ده متعارف عليه دوليا، بس انت يعني الموضوع ممكن بيبقى اوفر شويه في مهرجان الجونه، وانت بتشوفه ازاي؟ لا انا بشوف، ما هو امبارح برده كان مهرجان فساتين، اي ريد كاربت في الاوسكار بيبقى مهرجان فساتين، كان بيبقى مهرجان فساتين، بس بيبقى مهرجان افلام، وبيبقى مهرجان ندوات، وبيبقى مهرجان فرص ومشاريع لأفلام جديدة وأفكار جديدة. فمش بس كده، إن ساعات بقى بيتم التركيز على الناس لابسين إيه والريد كاربت عامل إزاي وبتاع، ده مش ذنب المهرجان. ما بيحطوش كاميرات ليه في العروض بتاعة الأفلام والناس واقفة بالطوابير زي ما هم واقفين بالطوابير أهو، يدخلوا دلوقتي يتفرجوا على فيلم ياباني. التوجيه بقى أو التركيز على إيه، هو ده اللي بيفرق. لكن في الاخر انا يا سيدي راجل باجي، ببقى احلى حاجه في الدنيا ان انا ممكن اشوف 3-4 افلام حلوين او من كذا حته في العالم، والناس اللي زي دول كتير.